نيجي دلوقتي مع حضراتكم على اهم جزء في الفيديو، الجزء اللي حضراتكم كلكم مستنيينه، هو سعر العربيه. سعر العربيه البيستون بنتكلم في 1.25 مليون. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاك احمد كامل من وورد اوتو مع حضراتكم في فيديو جديد، والعربيه الجديده في السوق المصري، الفيديو الحصري اللي بنعلن عنها قبل الطرح الرسمي، العربيه البيستوين البي 70 اس. عربيه الكماليات اللي موجوده فيها بسم الله ما شاء الله محترمه، خامات محترمه، مساحات ممتازه وكويسه جدا جدا، زي ما حضراتكم متعودين معانا من مبدا المختصر المفيد. مش هيخلص الفيديو غير لما اكون عارف كل التفاصيل الصغيره والكبيره عن العربيه. انزل بسرعه من الشركه الجميل بتاعنا في حذر الجراز عشان اوصل لك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. لو هنتكلم مع حضراتكم طبعا على اهم حاجه نبتدي بيها الفيديو هو الموتور اللي بتقدم بيه. وهنا العربيه الموديل دوت بتنزل بموتورين، الموتور اللي موجود هنا في مصر هو الموتور ال 1500، والموتور الثاني بيجي معاك 2000 سي سي. طبعا 2000 سي سي هيبقى سعره غالي جدا. الموتور ال 1500 بيجي معاك 4 سلندر مش 3 سلندر، ودي حاجه برده كويسه تحسب ليه العربيه. 4 سلندر تربو 168 حصان، 258 نيوتن، متوصله بناقل حركه دي سي تي من 7 سرعات. الموتور الثاني بيجي معاك 2000 سي سي تربو 4 سلندر 224 حصان، 340 نيوتن، متوصله بناقل حركه اوتوماتيك من 6 سرعات. العربيه الموتور ال 1500 اللي هو موجود معانا النهارده بتستهلك لتر لكل 17 كيلو. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود فيه العربيه، فعايز اول حاجه اوري لحضراتكم مفتاح العربيه. ده المفتاح اهو، شكله شيك وممتاز جدا جدا. طبعا العربيه بتتقدم بفئه واحده بس، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمه العربيه اللي موجوده هي الموتور ال 1500 سي سي. تيجي معاك باضاءه نهاريه ال اي دي وفوانيس اماميه ال اي دي وسنسور بارك امامي وسنسور بارك خلفي، وموجود فيها كاميرات 360 درجه. عربيه بتقول بابا وماما زي ما بيقولوا، ديت اول كاميرا موجوده معانا في العربيه. دوت لوجو بيستوين، والشبكه الاماميه اللي شكلها برده جامد جدا جدا، اللي بتيجي باللون الاسود اللامع. ده بالنسبه لمقدمه العربيه اللي ما فيش اي تعليق عليه. طبعا الاشكال بتيجي اذواق. اول حاجه هتيجي عليها في جنب العربيه وهو الجنط الضخم جدا اللي بيجي معاك 19 بوصه. العربيه موجود فيها كاميرات 360 ومرايات ضم كهرباء زي ما حضراتكم شايفين، واشارات طبعا موجوده معاك في المرايات. دخول وخروج بدون مفتاح وستارت ستوب انجن، الاوكره بتاعت البيبان كلها بتيجي معاك من الكروم. الخلوص الارضي اللي موجود في العربيه ممتاز، شغال كويس، مش هتحك برده معاك في مطبات. الجنب السلس والعملي اللي مفيش برده فيه سوك حاجه تحسب للعربيه. نيجي دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف، تابعونا. نشرح مع حضراتكم شكل العربيه من الخلف. زي ما حضراتكم شايفين السنسور البارك الامامي اللي موجود فيها سنسور بارك امامي وسنسور خلفي، والكاميرا الخلفيه اللي موجوده معاها. ال اي دي اللي موجود في العربيه شكله شيك وجامد جدا جدا. العربيه ديت حرفيا بالليل بتبقى حاجه تانية خالص. الشنطة بتيجي معاك كهرباء زي ما حضراتكم شايفين، مساحة الشنطة بتيجي 440 لتر، وتقدر تنام الكراسي اللي موجودة في الكنبة الخلفية وتكبر العرض، ومعاك مساحة الشنطة أكبر وأكبر. ديت شنطة العدة اللي موجودة معانا. الاستبن اللي موجود في العربية بيجي معاك طاسة مش جنط، ومعاك كوريك، ومعاك كل حاجة متوفرة في العربية، ومعاك طبعا إضاءة في الشنطه. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، تابعونا. فالمساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه ممتازه وكويسه جدا جدا، ما شاء الله يعني على المساحات اللي موجوده في العربيه.
الفرش طبعا الموجود في العربيه بيجو كله معاك جلد في الكنتاره، المسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي ممتازه وكويسه جدا جدا، القايم برده مش هيعيقك نهائي وانت داخل او انت خارج، المسافه اللي ما بينه وما بين السقف برده ممتازه وكويسه، معاك فتحات تكييف خلفيه ومعاك مخرج يو اس بي ومخرج كهرباء 12 فولت ومساحه تخزين. العربيه هتاخد معاك 3 اشخاص هيقعدوا مرتاحين في الكنبه الخلفيه، مفيش نفق فتيس نهائي في المنتصف. نبص كده معاك هنا مسند يد وسطي وموجود فيه برضو 2 كاب هولدر. الخامات اللي موجودة في العربية بصراحة ممتازة، ايدك لما هتيجي على اي جزء موجود في العربية الخامات حرفيا حدث ولا حرج، جامدة جدا جدا. الاكرة طبعا بتاعت الباب بتيجي معاك من الكروم. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على الصالون اللي شكله جامد، الصالون الامامي، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل الصالون الامامي للعربية البيستون. زي ما حضراتكم شايفين شكل التابلو الامامي جامد جدا جدا، موضة الشاشات ديت بصراحة جامدة. ندور كده مع حضراتكم العربية، ده زرار الستارت ستوب انجن، شاف الشياكة شاف الاناقة. ندور كده مع حضراتكم العربية، العربية دارت معانا اهي زي ما حضراتكم شايفين، العربية دارت معانا دوت الشاشة اللي بتيجي معاك 12.3 بوصة، ده شكل الشاشة الأمامية. معاك هنا مؤشر حرارة ومعاك مؤشر بنزين على ايدك اليمين، حاجة برضو ممتازة ان هي موجود فيها مؤشر الحرارة والبنزين. نيجي هنا على اليمين ديت الشاشة الوسطية اللي موجودة معاك في العربية، دوت الراديو. نرجع هنا هنبص هنا مع حضراتكم على الكاميرا الخلفيه، الريزوليوشن اللي موجود في الكاميرا الخلفيه زي ما حضراتكم شايفين ديت الكاميرا الخلفيه. طبعا الريزوليوشن مش احسن حاجه بسبب السكرينه اللي موجوده على الشاشه بس شغال. ديت الكاميرا الخلفيه بصراحه الكاميرات اللي موجوده في العربيه جامده جدا، دي اليمين ودي الشمال وديت الكاميرا الأمامية زي ما حضراتكم شايفين كده، الشغل فاخر من الآخر. تمام، ننزل هنا لتحت شوية. فانت عندك دوت التحكم في التكييف، التكييف ليه شاشة مستقلة لوحدها، هنا بتتحكم في درجة البرودة اللي موجودة معاك في التكييف، ولما بتتحكم في اي حاجة هنا بتسمع برضو معاك في الشاشة اللي فوق. هنا دوت الزرار بتاع الكباس، كده انت شغلت معاك التكييف، لما بتقفلها بتشتغل معاك مروحة عادية من غير التكييف. هنا بتعلي وبتوطي المروحة، برضو هنا تقدر تتحكم في كل حاجة موجودة هنا، بتعلي وبتوطي المروحة. هنا بتقفل دخول وخروج الهواء الخارجي، وانصحك ان انت تبقى قافله على طول، هنا الهواء يجي لك من الامام او من الامام ومن رجلك من تحت او من رجلك من تحت بس، او السخانات اللي موجوده معاك في التكييف. طبعا التكييف بيجي معاك اوتوماتيك تو زون. تمام، نرجع هنا لورا شويه، فانت عندك دوت ناقل الحركه الاوتوماتيك، فرامل اليد اللي بتيجي معاك برده كهرباء، الاوتو هولد، كاميرات ال 360 درجه، الاثنين كاب هولدر، الكونسول الوسطي اللي بيجي كله معاك من الجلد اللي شكله شيك وجامد جدا جدا، ومعاك جوه مخرج 12 فولت، مخرج كهرباء 12 فولت. بص هنا على الدرج، المساحات اللي موجوده فيه بصراحه برده ممتازه وكويسه جدا جدا. الخامات اللي موجوده في العربيه زي ما قلت لحضرتك وحدث ولا حرج، الخامات اللي موجوده في العربيه ممتازه وكويسه. هنا طبعا الرسمه ديت كلها بتيجي نفس اللي موجوده في زرار الستارت ستوب انجن، شكلها برده جامد جدا جدا. بص هنا على الخامات كلها سوفت تاتش، الجزء بس اللي تحت هو اللي بيجي معاك من البلاستيك. معاك في النص مرايه ذاتيه التعتيم، الشماسه هنا معاك موجود فيها مرايه واضاءه، نفس الكلام هنا موجود مرايه واضاءه. هنا ديت الاضاءه الوسطيه، طبعا معاك فتحه سقف بانوراما زي ما حضراتكم شايفين، العربيه موجود فيها فتحه سقف بانوراما لحد اخر الكرسيين اللي موجودين في الكنبه الخلفيه. الطاره بتاعت العربيه ما شاء الله شكلها جامد جدا جدا، بتيجي معاك كلها من الجلد، اي زرار انت بتدوس عليه كل الزرار دي بتيجي معاك تاتش، تحكم في المالتي ميديا، الاوامر الصوتيه، الرد والغلق على المكالمات، كل الزرار اللي موجوده في العربيه بتيجي معاك تاتش. وهنا
بتتحكم في الاضاءه وبتتحكم في مثبت ومحدد السرعه، وهنا بتتحكم في المساحات، كل حاجه موجوده. الخامات زي ما قلت لكم عجباني وممتازه وكويسه جدا جدا. نقعد بقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو للعربيه البيستون البي 70 اس. لو هنتكلم مع حضراتكم على عوامل الامان اللي بتتقدم في العربيه، في العربيه موجود فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، المساعده على المرتفعات والمنحدرات، تثبيت تلقائي للسرعه، تحذير خروج من المسار، تحذير من الاصطدام الامامي، مساعده على الحفاظ في المسار، كاميرات 360 درجه. العربيه موجود فيها سنسور امامي وخلفي، 6 سماعات، شاحن وايرلس، شاشه 12.3 بوصه زائد شاشه 7 بوصه للتكييف، كرسي السائق والراكب الامامي فيه سخانات، كراسي كهرباء، فتحه السقف البانوراما. العربيه بتقدم باربع الوان، الفضي والاسود ودول اشهرهم، والاحمر والابيض. دي بالنسبه لكل التفاصيل للعربيه البيستون. نيجي دلوقتي مع حضراتكم على اهم جزء في الفيديو، الجزء اللي حضراتكم كلكم مستنيينه، هو سعر العربيه. سعر العربيه البيستون بنتكلم في 1,400,000 جنيه، ده سعر العربيه. العربيه لو هنقارن بمنافسين على اللي هي بتقدمه، عايز اقول لحضراتكم على حاجه، العربيه خامات ما شاء الله عليها ممتازه، كويسه جدا جدا، تقفيلها برضو ممتاز، التقفيل اللي موجود في العربيه ممتاز وكويس جدا جدا. دي بالنسبه لكل التفاصيل اللي موجوده في العربيه اللي طرحت جديده في السوق المصري. فاي استفسار عند حضراتكم حابين تستفسروا عنه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.